تعليم الدقهلية يشهد حفل تكريم اليتيم ضمن مبادرة حياة كريمة. شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية حفل تكريم اليتيم ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة. الحفل أقيم بمدرسة ناصر التجارية بإدارة أجا التعليمية. تضمنت فقرات الحفل عرض عسكري ورياضي بالإضافة إلى عرض كاراتيه وفقرات فنية غنائية وإلقاء الشعر وعرض جمباز. وتم افتتاح أول قاعة تدريب للتعليم الفني بإدارة أجا مجهزة بأحدث الأجهزة وشاشات العرض.